ويبقى الحوار مستمرا على شاشة اون لايف. نحن ليلة نتحدث عن أغلى ما لدينا، عن الطفل، ومعنا الأستاذة الدكتورة سمر يوسف. دكتورة سمر، حينما نتحدث عن الطفل نرجع للمواثيق الدولية طبعا، وكمان نرجع للدستور. عايز أعرف وضع الطفل المصري قياسا بالاتفاقيات الدولية وقياسا أيضا بالدستور المصري، اللي أنا يعني كما ذكرت في البداية بحترم مواده جدا جدا جدا. أنا طبعا سعيدة بوجودي مع حضرتك، وعايزة أقول لك على معلومة مهمة جدا. المادة 80 اللي في الدستور المصري هي المادة الأطول في الدستور. المادة دي صاغها أطفال مصر، يعني أطفال الائتلاف في المشاركة مع بعض من الأطفال المؤسسات المدنية والجمعيات الأخرى. عملنا منهم لجنة وتشكيلة قعدت صاغت هذه المادة، وقعدت مع لجنة الخمسين مع عمرو بيه موسى ومع الدكتورة هدى الصدى وسامح عاشور عشان يقنعوهم بالمادة. والحقيقة هم نجحوا ان هم يحطوا المادة على الصياغة الرائعة اللي حضرتك شفتها، وهي احنا فخورين انها اطول مادة في الدستور. وضع الاطفال فين؟ للأسف انه وضعهم في الحال الأسوأ. ملف الطفل واحد من اهم الملفات اللي حصل عليها تراجع ما بعد ثورة يناير لاسباب كتيرة قوي، اهمها انه حصل خلط او عدم وعي كافي ايامها، انه الطفل قد يكون هو الاولوية الاولى علشان اقدر ابني مجتمع جديد وعشان اقدر ابني بلد حقيقية واقفة على رجليها، لازم ابدأ من الاطفال. فتم خطأ صدور قرار بعد ثورة 2011 على طول في ابريل تقريبا بضم المجلس القومي للطفولة والأمومة لوزارة الصحة، وهو كان مجلس مستقل وفقا للمواثيق الدولية، هو مشهر لإتمام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ومصر واحدة من أول 20 دولة انضمت لهذه الاتفاقية وصدقت عليه. وبالتالي هذا المجلس كان مشهر أصلا بقرار رئيس جمهورية كآلية مستقلة، أو كان بعد سنة 89 يعني لما وصلت اتفاقية 89 احنا صدقنا في 90 على طول. مصر كانت من أول الدول 20، من أول 20 دولة. صحيح، وده يبين قد إيه احنا كنا سباقين في هذا الأمر. الانشاء هذا المجلس واستقلاليته، وانه هذا المجلس كان من اساسيه من مهامه الاساسيه انه منوط به وضع السياسات والتنسيق ما بين كل الجهات الحكوميه وغير الحكوميه فيما يخص. وكانت ايه الفلسفه انه يبقى تابع لوزاره الصحه؟ ما كانش في فلسفه، كان في عدم وعي من متخذ القرار ايامها، لانه في 2010 خطا لما تم وجود وزارة الأسرة والسكان كوزارة جديدة، وكانت السيدة مشيرة خطاب هي الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الطفل، وتولت هي الوزارة. فالمجلس بقى بالتبعية لوزارة الأسرة والسكان. لما ألغيت هذه الوزارة بعد الثورة، المجلس العسكري حول أو ضم المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى وزارة الصحة. فبعد ما كان هو مجلس مستقل له كافة الصلاحيات لوضع السياسات حماية الطفل في مصر، بقى إدارة طبعا لقطاع جوه وزارة الصحة. ولسه موجود لغاية دلوقتي؟ إلى الآن ما زال موجود، رغم أنه في توصية من اللجنة الدولية لحقوق الطفل منذ عام 2011 بتقول أنه هذا المجلس لابد أن يعود إلى استقلاليته مرة أخرى. والحقيقة إحنا متأخرين جدا في تنفيذ التوصيات العامة، أنه الأطفال مش على الأولوية، أنه صانع القرار أو متخذ القرار لم يضع على أولويته قضية الطفولة كأولوية، لأنها تكون هي المفتاح اللي ممكن يقفل لي كتير من المشاكل اللي أنا بعاني منها. طيب، سواء كانت مشاكل اقتصادية أو اجتماعية أو حتى سياسية. ده ممتاز. عايز أبدأ معك بعض العناوين الكبيرة يعني داخل هذا الملف اللي بنعتبره هو الأثمن يعني بالنسبة لنا الأطفال. عايز أبدأ الأول عن دور الرعاية وحوادث العنف. يعني أنا الفترة اللي فاتت وإحنا بنحضر الحلقة بنشوف العناوين اللي موجودة للصحف وبعض الفيديوهات اللي بقت منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، كتير جدا في عنف بيمارس ضد الأطفال في وسائل التواصل الاجتماعي. واحد عايز أعرف حقيقة ده إيه، هل بشكل إعلامي متضخم كده هو ده حقيقي فعلا، ولا الموضوع أبسط من كده بكتير، ولا إنه الموضوع ما بينالش اهتمام حد ومحدش بيتابعه؟ لا، هو الموضوع لن ينال اهتمام حد ومحدش بيتابعه. الموضوع مش الموضوع للأسف سيء جدا، وده لانه الطفل هو الطرف الاضعف في كل المعادلات. والعنف مش بس داخل دور الرعاية، العنف هتلاقيه سلسلة متصلة بالطفل في كل الاماكن اللي بيتعامل فيها. خلينا نروح لدور الرعاية زي ما حضرتك ابتديت. انا عندي ناس في دور الرعاية غير مؤهلين للتعامل مع الاطفال. احنا عندنا اي حد بيقدر يشهر جمعية اهلية او جمعية خيرية
بيروح يقول والله انا عايز اعمل جمعيه لرعايه الاطفال الايتام. ودي اكتر المؤسسات اللي بنلاقي فيها الانتهاكات والعنف. ليه؟ لان هو مش مؤهل، مش بس مش مؤهل علميا، هو مش مؤهل على مبادئ حقوق الطفل. يعني الاتفاقيه الدوليه لحقوق الطفل ما هيش جزء من حياتنا، احنا انضمينا ليها وصدقنا ليها وركناها على الرف، ما حولناش الى ثقافه وممارسه في كافه بالزبط. الهيئات والشركات وبالتالي والمؤسسة. كافه المتعاملين يعني انا ما عنديش في مصر حاجه اسمها دليل سياسات حمايه الطفل مع انه موجود في كتير من الدول العربيه. تونس والمغرب، دوله زي البحرين. واحنا عندنا دليل ولا ما عندناش؟ انا بقول احنا ما عندناش اصلا. لا مش موجود. احنا عندنا قانون جيد جدا، عندنا اتفاقيه كنا سباقين، دستور لأول مرة في التاريخ المصري دستور ينص على سن الطفل. حضرتك يعني أشرتي كمان أنه الأطفال هم اللي وضعوا هذه المادة، يعني ده حقيقي وإحنا فخورين بالتجربة والأطفال فخورين بالتجربة. ما الملف الثاني أو العناوين الثانية؟ ما أحبش أتكلم في الموضوع بس مضطر، يعني قضية التحرش ضد الأطفال، وهي غالبا يعني معمولة معظمها من سن 14 ل 17 سنة. عايز أفهم يعني واحد حقيقة هذا الحجم من النشر الإعلامي برضه. اتنين، هل احنا أخطأنا لما رفعنا سن الطفولة ل 18؟ طيب هبتدي باتنين. سن الطفولة ده سن عالمي. يعني العالم كله متفق عليه، وهذه الاتفاقية منضم ليها كل دول العالم باستثناء أمريكا بس. لأن هي طول الوقت بتشوف نفسها أكبر في الستاندرز بتاعتها من أي حاجة تانية. فده سن عالمي في العالم كله. بالعكس احنا لما اتحط 18 سنة كان بعض رجال الدين بيقول لك لا خلوه 21 لأنه سن الولاية المالية من 21 وسن الرشد من 21 وما إلى ذلك. ولو حضرتك تتذكر قريبا جدا الرئيس السيسي عمل تعديل في قانون دار الدار العقابية اللي هي كانت بتسمى زمان الاحداث، هي اسمها الدار العقابيه دلوقتي، اللي فكره انه تخفيض السن من 21 ل 18، لانه احنا كان عندنا فجوه ما بين اللي بيكمل 18 سنه المفروض يطلع من الدار، لا هو كان بيفضل فيها لانه كان لازم يفضل فيها لحد سن 21 سنة. وبالتالي السن ده سن عالمي، يعني السن ده لازم المجتمع يستوعب انه لا يمكن التراجع عنه. قولا واحد. طب قبل بس ما نروح على التحرش في ثانيه واحده كده، وقبل الحلقه يعني الظهر كده سالت احد الناس متعلق المشكله بتاعه زواج البنات في الريف وفي الصعيد، هم عندهم مشكله بيقولوا انه اقول اللي هم قالوه بالنص ولا ايه زي ما حضرتك تحب. يقول لك في ستات لطيفه جدا لسه جايه من عند الكوافير مبسوطين وبتاع، يقول لك لا البنت ما تتجوزش الا ها في بعد ال 18 ويو. بينما الواقع المعاش في القرى والقرى النائيه والنجوع انه البنت 14 15 بتتجوز، وزمان كان 16 بتتجوز. دلوقتي الواقع اللي حصل دكتوره سمر انه انت عارفه اكيد بيتجوزوا تحت السن وبيتجوزوا بعقد عرفي. ايوه ده حقيقي. تحصل المصيبه بقى في الطلاق قبل ما يبقى في ورق وبين بقى في اطفال، والزوج ممكن يتوفى. انت عارفه الدستور بينص على لا في واحد في السجن اللي حكت المشكله دي، الزوج في السجن وهي مش عارفه تعمل ايه. بس الحل يا عمرو بيه مش ان يخفض سن الزواج. انا بقول بقى انا عارفه المشكله دي لانه طفل مش هيتجوز خلاص. بس حضرتك المشكله اللي بتواجهنا دايما هي مشكله ثقافه مجتمع، مش مشكله تشريع ولا قانون. يعني دي مشكله واجهتنا في الختان وواجهتنا في الزواج، انه الثقافه دايما بتقول لا ده هي تقدر تتجوز وتخلف وتشيل مسؤوليه. يا جماعه هي لا تقدر تتجوز ولا تخلف ولا تشيل مسؤوليه، هي لو سمحنا لها تتجوز هنسمح للطفل اللي هو عنده 14 سنه انه يشتغل وانه يقتل وانه يعني كل الحاجات هنقيسها على نفس المقياس. الفكره في انه لما بنخفض سن الزواج وبيحصل التفاف على هذا السن، وانا عارفه انه في اعداد كبيره جدا في الصعيد وفي ريف مصر من الزواج العرفي، مش الحل يا جماعه ان احنا نخفض السن للزواج، لانه في دعوه دلوقتي طالعه برضو فكره انه لازم نخفض السن علشان نحدد من قضايا الطلاق ومشاكل الزواج في المحاكم. الحل ان انا ارفع وعي المجتمع، انا لازم اطلع لقدام مش ارجع لورا. احنا عمالين نجيب مارشير لورا من بعد 2011 ودي كارثه. انا محتاج اطلع لقدام، محتاج اخلي البنت دي طالبه مجتهده في المدرسه، هتبقى انفع من انها ام عندها 14 سنه. هو ده ملف يعني يتعلق بالمراه اكتر منه يتعلق بالطفوله، انا عارف ان ده جزء منه في الطفوله. ده اساسي في الطفوله. ده اساسي. لكن هي لازم. لكن هي ظاهره اجتماعيه عندهم مشكله، يعني انت انا بقالي 200 سنه متعود اعمل كده في القريه، وبقى يعني انت فاهمه الفكره؟ زي الختان بالظبط.
زي الختان. ما هو الختان هو بقاله 200 سنه بيعمل ختان ومش مدرك انه بنته ممكن تموت. يعني في عندنا حوادث كبيره جدا، في ناس بتموت وفي تشوهات بتحصل، لا وفي مشاكل زوجيه بتحصل نتيجه هذه العاده الغريبه جدا. صحيح. فالحل ان انا عشان الناس لسه بتعمل ختان اقنن، ولا ان انا ازود الرقابه على الختان؟ طيب في اماكن زي الحوامديه والبدرشين اللي بيحصل فيها اتجار بالبنات، الحل ان انا اغلظ القانون ولا اخفف القانون عشان هي ظاهره وبتحصل كده ولا كده؟ لا احنا بنغلظ القانون طول الوقت، يعني انا لسه ذاكر حكايه الفكره مش بس التحايل والاختطاف والاغتصاب، بقى في اعدام، يعني وصلنا لدرجه الاعدام. عشان كده بقول لحضرتك الفكره مش بس قانون، الفكره هي الثقافه المجتمعيه، الوعي لازم نوصل اكتر للناس. ما ننساش حته التحرش واحنا بنتكلم، اكيد مش هنساها، بس هرجع تاني، الستات اللي جايه من الكوافير مش لازم تقعد تتكلم في غرف مغلقه وقاعده في التكييفات، احنا بننزل في الشارع. في صور من اللي حضراتكم عرضتوها، احنا كنا في بني سويف وفي المنيا في اسوان، بننزل في كل القرى، لما بيشوفونا واحنا وسطهم ستات ورجاله وجايين من القاهره، بيكسر حاجز انك بتتكلم عني وانت مش عارفني. هما بيقولوا كده بالظبط، انا عارفه طول الوقت هما بيبقوا شايفين ان الناس دي بتتكلم عن حاجه هما مش شايفينها. هي حاسه بايه؟ هي ما تعرفش البنت اللي كبرت وعندها 14 سنه ومش عارف جسمها حصل له ايه ولازم تتجوز عشان تتستر. لا انا محتاج بقى اغير هذه الثقافه لفكره ان البنت دي محتاجه تتعلم. عارف حضرتك بالك ده نسق اجتماعي اقتصادي بالنسبه لهم، علشان كده انا كدوله محتاج له. هو على بعضه، يعني هو الموضوع بالنسبه لهم مش رفاهية ومش جريمة، هم مش بيرتكبوا جريمة، هم مش عارفين انها جريمة. هم مش بيرتكبوا جريمة، بس احنا لازم نعرفهم انها جريمة. طب زي بالظبط ما بنرفع وعي الاسر بعمالة الاطفال. طب التحرش، التحرش مش ظاهرة عظيمة، يعني الـ مش كتيرة. الاعلام، لا انا عايزة الاعلام مش مضخمة، هي ضخمة فعلا، هي ضخمة فعلا. اللي بيوصل لنا في الاعلام، خليني اكون متفائلة، واحد على 20 من اللي في الواقع. دي حقيقة، وده نتيجة تراجع ثقافة المجتمع. تراجع ازاي؟ بالثقافة برضه؟ بالوعي. بالوعي. بالدين الحقيقي، بالعلم الحقيقي، بالإعلام الحقيقي، بالسينما والدراما. لازم نتفق إن هذا هو ما يشكل وعي المجتمع. السينما والدراما والبرامج الإعلامية والجامع والكنيسة والست الزائرة الطبية والمدرس في المدرسة، لما نبص هنلاقي كل دول حصل فيهم تراجع في أدوارهم، وبالتالي المواطن هو طول الوقت بيدفع فاتورة تراجع أدوار من يعلم. تراجع ادوار المسؤولين اللي حواليه، الجمعيه بتاعت جمعيه المجتمع المدني دورها بيتراجع من حوله، الوحده الصحيه دورها بيتراجع من حوله، العمده دوره بيتراجع، شيخ الجامع والقسيس بيتراجعوا، بالتالي هو هيجيب منين؟ طيب الملف الاخطر اللي احنا بنتكلم عليه وده اللي مسبب الازمه عملت الاطفال. وقبل ما اسالك عايزك كمان معايا تسمعي الناس بتقول ايه علشان ايه نعرف، لانه اعتقد ان ده من الملفات الشائكه جداً والمؤثره في جداً مصر. والله طبعا ده بيرجع للنشأة والبيت والاب والام طبعا، بس مفيش حد عايز يبقى وحش، يعني الاطفال دي غصب عنها طبعا، يعني مش مزاجها. يعني بتلاقي بعض الاطفال برضو اولياء الامور بيجبروهم على الخروج من المدارس ومن التعليم عشان يلجأوا للعمل. يعني بحمل المسؤوليه الكبيره على اولياء الامور ان هم ما عندهمش كنترول، بيروحوا يتابعوا ابنائهم اللي بيحضروا في المدرسه ولا لا. عشان الطفل يروح المدرسه محتاج مصاريف علشان يروح دروس، محتاج مصاريف عشان يركب يروح مدرسه، محتاج كتير. فالاوفر ليا كأنا ام ان انا اطلعه يشتغل عشان يوفر دخل ان انا اكله اكل اخواته. المفروض الدوله نفسها هي اللي تباشر الموضوع ده، لان احنا بنشوف بيليا دلوقتي في الورش عنده ما اقل من 10 سنين وبيعامل معامله سيئه من صاحب الورشه، وبيبقى في عادات قبيحه بيتعلموها الاطفال. ما زلنا بنعاني في مصر للاسف ان احنا عندنا ميزانيه التعليم والبحث العلمي ضعيفه جدا، للاسف ما بترعاش حريه او رغبه الطفل وتنمي مهاراته في المجال اللي هو عايز ينمو فيه. ما حاجه من الاثنين، ياكله يعلمه، انا مش قادر اكله يبقى مش هعلمه، بضطر اخليه يتعلم صنع يصرف على نفسه، انا مش قادر اصرف عليه، طب انا اعمل ايه؟ ياكله يعلمه، لا اكله ولا علمه. نعمل ايه بقى؟
لازم بس نفرق بين حاجتين، بين السن الرسمي لعمل الاطفال وده مشروع وفقا للقانون اللي هو من 15 سنه او نهايه التعليم الاساسي ايهما اكبر، وهو دلوقتي ب 15 سنه بعد عوده السن السنه. هو نظريا هو دلوقتي التعليم الاساسي المفروض يعني للطفل بينتهي 15 ابتدائي واعدادي ثانوي دلوقتي. لا هو احنا لسه عندنا المعترف بيه لحد الثانوي والاعدادي، ف 15 سنه كويس قوي. ولازم نعترف ان احنا دوله عندها ظروف اقتصاديه صعبه، لان انا ضد ان احنا نبقى دوله فقيره، احنا مش دوله فقيره، احنا دوله عندها ظروف اقتصاديه صعبه جدا. وعندي فقر في الاسر المصريه، بس انهي طفل يشتغل؟ يبقى انا لما هسمح بالتشغيل اشغل الاطفال من سن ال 15، لكن اشغل طفل عنده 8 سنين من 8 ل 8 او من 8 ل 2 الفجر ميكانيكي في ورشة، مش ميكانيكي، عامل في ورشة بينظف وبيشيل معدات وبيشيل حاجات، في كلمة اتقالت في التقرير كويسة، الدولة عليها انها تكفل. هو في المواثيق الدولية وفي الاعراف الدولية في حاجة اسمها الدولة كافل الحق، يعني الدولة هي كافل الحق للأطفال في التعليم وفي الحماية من التسرب من التعليم، الأرقام المفزعة اللي حضرتك قلتها دي، وفي منع ملك أطفال تحت السن القانون. ده يتم ازاي؟ بان انا الام اللي قالت انا مش قادره ادفع مصاريف المدرسه ومش قادره اعلمه، لان احنا التعليم عندنا بقى يعني فاشل ومكلف، يعني هو لو عايز حتى الحكومي بقى مكلف، لان لانه في دروس الولد بيضطر ياخد دروس رغم ان هم لغوا الامتحانات في النقل وبتاع لغايه الاعداديه. احنا لسه لكن مش هيتعلم السنه دي، هيبقى بالظبط يعني لسه كنا بنتناقش مع كتير من الامهات، قالت لك هو لغى الشهاده ولغى الامتحان، بس طب ما هو انا مش هعلمه حاجه خالص لو ما اديتوش دروس. ما هو لغايه الاعداديه مش هيعرف يتعلم، انا لازم اديله دروس عشان يعرف يتعلم، لانه في المدرسه مش هيتعلم. صحيح. وبالتالي الام دي لازم الدوله، هي دايره مقفوله يا استاذ عمرو. الام دي لازم الدوله اللي هي كافل الحق وفقا للاتفاقيات الدوليه وللقانون والمواثيق والاعراف، هي توفر لهذه الام دخل مناسب يكفي ليها الحق، لان احنا طول الوقت لما بنتكلم مع اصحاب الورش ونقول لهم ما ينفعش تشغل الطفل تحت 15. دكتوره يعني فكره كرامه وتكافل وكل الحاجات اللي موجوده دي كانت بتستهدف الطفل اصلا. اما هم بيدوا فلوس، يعني ده هم بيدوا فلوس للاطفال، يعني بيحددوا الدخل للاسره بناء على عدد الاولاد اللي في ابتدائي واعدادي وثانوي، بيدوا ده 350 واللي اكبر شويه بيدوا له 400. يعني لازم نعترف ان المبالغ قليله قوي. ما اقصدش، بس الدوله يعني شايفه الموضوع، شايفه الموضوع، بس الموضوع كبير قوي، يعني الهم اكبر بكتير من التدخلات اللي بتحصل. اولا التحرك لسه يعني التكافل وكرامه بنتكلم على سنه تقريبا، اكتر من سنه في التدخل. المبالغ قليله قوي، ولكن هو شيء مهم وحافز مهم للاسر، انك هتطلعي ابنك من العمل ترجعيه المدرسه وانا هديكي مقابل لي، بس المقابل زهيد، يعني مقابل قليل، على ان طفل بيشتغل وبياخد في الاسبوع 150 جنيه ولا 200 جنيه وانت بتقول له هديك في الشهر 60 جنيه. لا 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 350 حد الادنى. ما هو 350 على كام طفل؟ انا هدي 60 على الطفل. لا الطفل الواحد. لا الدولة بتدي، لا حضرتك التكافل بيدي 350 للطفل في ابتدائي واعدادي، 400 في ثانوي، طبعا بحد اقصى 3 اطفال، علشان كده هو الرقم يعني ما يزيدش عن 1100 جنيه شهريا للاسره. لا كويس. بس وده ده طبق طبعا في السوهاج، معظم قرى سوهاج ده في اسيوط، السوهاج الاكثر فقرا. لو بصينا على الرقم 350 هو بياخد 200 في الاسبوع. لسه ستيل في فجوه. بس يعني لما بنروح لصاحب الورشه، اكيد هي خطوه بس مش كفايه، لما بنروح لصاحب الورشه بنقول له ما ينفعش تشغل وانت مخالف، وانت اول كلمه بيقولها لنا روح قوله لامه عشان ما تجيبهوليش بكره تاني. طب خلينا نتوقف عند النقطه دي دكتوره سمر يوسف، ضيفتنا الكريمه دكتوره سمر بتقول ان احنا مسافه بعيده، الاتفاقيات وحتى الدستور المصري دستور 2014 بعيد عن واقع الطفل المصري. للاسف الشديد ده كمان بتقول لنا انه ما يتحدث عنه الاعلام من قضايا تحرش، من قضايا عنف في دور الرعايه، ده كمان يعني مش الاعلام مبالغ، لا ده الاعلام بيخبي هذه الحقائق. مش كل الحوادث يعني. احنا بعد الفاصل حوارنا مستمر طبعا مع الدكتوره سمر، وعايزين نفهم شويه حاجات، يعني ايه خط آلية نجدة؟ الطفل ده يعمل ايه؟ طب الاعلام عامل ايه؟ هل مش الاعلام بمعنى فقط البرامج، لا كمان الاعلام من مسلسلات وسينما مؤثره في الطفل؟ هل احنا ال 36% من تعداد شعب مصر ده 33 مليون طفل، احنا واخدين بالنا ان هم 33 مليون وحاطين لهم ميزانيه علشان زي ما بيقول الدستور حتى لغايه تطعيمه يبقى مجانا وياكل ويشرب ونكفل له كل هذه الحقوق؟ بعد الفاصل الحوار مستمر.
ويبقى الحوار مستمرا على شاشة أون لايف. نحن الليلة نتحدث عن الطفل المصري، واقع الطفل المصري، ومعنا الدكتورة سمر يوسف. دكتورة سمر، احنا قبل الفصل كنا توقفنا انه الوعي ده مسألة في غاية الأهمية. انا عايز اتكلم مش عن الإعلام بمفهومه القصر، يعني مجرد البرامج او الصحف او الى اخر ذلك، لا، كم عن الإعلام بمفهومه الواسع، من أفلام سينمائية، من حتى إعلانات، من برامج، من مسلسلات خاصة. هل حضرتك شايف أن الإعلام ساهم في أن يزق الطفل المصري عن الواقع المنشود اللي هو المفروض يكون فيه؟ يزقه الورا. طبعا يعني، تراجع الدراما، تراجع السينما، تراجع الكتابة الوعية على فكرة انت بتبني مجتمع يا عمرو بيه. يعني السينما طول عمرها القوى الناعمة للبلد، وطول عمر السينما بتعلم مش بس المصريين، بتعلم العالم العربي كله. السينما المصرية والدراما المصرية والمسلسلات المصرية. احنا النهاردة لما بنسافر برا مصر بنلاقي حتى المصطلحات اللي بقوا اخواتنا في العالم العربي بيكلمونا بيها اختلفت عن مصطلحات زمان. يعني ده طبعا منعكس على الطفل، اولا لعدة اسباب. التوسع في التلفزيونات بقى اكتر كتير، القنوات الفضائية بقت اكتر، الام بتريح كتير دماغها ان هو قاعد ساكت قدام التلفزيون، فما فيش حد بيتابع هو بيشوف ايه. وبقت من حتى برامج الاطفال، بعد ما كانت المفروض انها برامج قد تبني وتعلم مزيكا وتعلم فن وتعلم ارقام وتعلم اسماء حيوانات وحاجات، بقت كل البرامج بعيدة عننا، مستغربينها، تتكلم لغة عربية مش بتاعتنا، مش المصرية بتاعتنا، بتبث عنف في الأطفال، بتبث ثقافة مختلفة عننا. وبالتالي الطفل هو أول واحد بيتأثر بهذا الأداء، خصوصا أن احنا ما عندناش ترقيم لما يعرض سنه ايه. يعني هو السنة دي، يعني في رمضان السنة دي الحقيقة الكثير من القنوات ابتدينا نعمله بلس 16 او بلس 18 او، بس ده مش كفاية لانه ما فيش وعي. احنا لسه كنا بنتكلم قبل الهوى على انه بالعكس الطفل لانه مش متربي على الثقافة دي، فيمكن الممنوع مرغوب. هو بما انه بلس 18 هيقعد يشوف ايه اللي هم كمان. يعني في طبعا عرف دولي في الكود الدولي انه لما بنبقى فوق ال 18 يعني بتعرف مواعيد مواعيد احنا كان بتعرف الساعه 7 نايم. طبعا الطفل اللي عندنا ما بينامش دلوقتي. لا، هم كانوا بيعرضوه الحقيقه بيعرضوها 7، يعني بيعرضوها 7 او 9 يعني في عز. خلينا نشوف الناس معايا بكده الفكره دي ولا لا يا دكتوره، نشوف الناس مفكرين في الاعلام ولا مش مفكرين فيه، واخدين بالهم اللي حضرتك بتقوليه ولا لا. انا شايف ان تقريبا يوميا لما بتفرج على حاجات التوك شو بلاقي يعني ساعات بيجيبوا حاجات يعني خاصه بالاطفال كتير قوي، خصوصا اطفال الشوارع والقضايا دي. الاعلام اللي احنا شايفينه والناس كلها شايفاه ان هو ما بيتكلمش في قضايا الاطفال خالص. يعني انا ما ذكرتش مثلا ان انا شفت حد او اعلامي معروف بيتكلم عن قضايا الاطفال. هو تقييمي سلبي لانه هو لم يهتم بالنشر. الاعلام برضه قايم بدور ان هو بقدر المستطاع الدور الترفيهي للطفل والدور اللي هو الايجابي للطفل المتاح لي. لا، انا شايف انه مقصر جدا لان المنظومه برضو ككل مش متكامله. لازم نمسك مشكله من المشاكل الخاصه بالاطفال ونعالجها. اصبح الطفل دلوقتي ليل ونهار قاعد قدام القنوات بدون تقديم، بدون مذيع، بدون حاجه، بدون رقابه، لان ممكن يقلد حاجات، لان في حاجات كتير اصبح فيها عنف في الافلام حتى اللي موجوده. القنوات تبص تلاقي يعني افلام عنف كلها. الطفل هتنتظر منه ايه؟ بيطلع بيشبه البلطجي. الادوار اللي بيجيبوها حتى يعني في الافلام، ان تبص تلاقي الاطفال بيوزع مخدرات، بيوزع مش عارفه ايه، بيشحت، بيروح حاجات زي كده، يعني بيقوم بادوار غير لائقه. وعي الناس طلع شايف ان الاعلام مقصر. عندكم مرصد ولا احنا بنتكلم بشكل عام بس يا دكتوره؟ لا، احنا بنتكلم بشكل عام. احنا مفيش يعني مفيش مرصد. المجلس القومي للطفوله والامومه كان من واحد من اهدافه يعني والحاجات اللي عايز يعملها انه يعمل مرصد للطفل لحقوق الطفل، لكن للاسف هذا المرصد لم ينشا نتيجه للتراجع في دور هذا المجلس وتقليص ميزانيته بشكل كبير. احنا كمجتمع مدني انا شرفت باني اكون واحده من الفريق اللي عدى تقرير مصر عن حقوق الطفل
في اللجنة الدولية لحقوق الطفل 2011، وده كان التقرير الثالث والرابع. احنا كمجتمع عادي بنشتغل على ادواتنا، احنا كمجتمع احنا اقرب للناس، بنقدر نوصل للمعلومات، متصلين بالناس بشكل سريع، بنقدر ننزل للناس في اماكن. لكن مرصد بمعنى مرصد تقني طبقا للادوات ولا انتوا في مراصد كتير جدا بتشوف المرأة في الإعلام والإعلان؟ بس ده برضو أكتر مش أكتر، لا برضو برضو مجتمع مدني. ما هي حتى المجلس الطفولة عموما مش آلية محكومة يعني أو محددة. فبالضرورة الأول عشان نقول للإعلام إيه المشكلة اللي عنده لازم يكون في مرصد أكيد. بس يعني الست اللطيفة الحاجة والدتنا دي اللطيفة في الآخر قالت حاجة لطيفة قوي، قالت الفيلم بيورينا ان الاطفال ازاي هم بيوزعوا المخدرات. فطبعا يجي في وعي الطفل انه من الحاجات اللي ممكن يقوم بيها في الحياه ببساطه انه يكون موزع ومروج للمخدرات. بص حضرتك ده اللي بنقوله، انه السينما والدراما المرصد يكون اكثر وعي، ان المرصد يقول لنا فين المشاكل، المرصد بيقدر يحط ايده بالظبط على المشكله فين وحجمها. دي لازم نعترف ان احنا ما عندناش ارقام حقيقيه في مصر. يعني حتى الاحصائيات اللي حضرتك عرضتها في بدايه الحلقه على الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء رسمي، وده المصدر لكن هو الجهة الوحيدة اللي تقدر تقدم رقم قريب للصحة. يعني ما نقدرش نقول انه رقم كمان يعني 100%. يعني الأمانة أنا تعاملت معهم واشتغلت معهم كثيرا، ممتازين وبيبذلوا. يعني عايز أقولك في بحوث الدخل والإنفاق ده بره موضوعنا، يعني الباحثة بتقعد مع الأسرة يوم أو يوم لا علشان بيشتروا الطماطم والعيش وكل حاجة. يعني لا احنا متفقين يعني هو الجهة الوحيدة اقرب. تحية للجهاز وخاصة انه في الشهر ده علينا التعداد الجديد. يعني انا اقول لحضرتك مثلا فيما يخص، وانا بعتمد ارقامهم لانها على الاقل هي فيما يخص ارقام الجهاز. احنا مثلا شغالين في مصر على رقم العمالة، بما اننا كنا لسه بنتكلم على العمالة. اخر رقم طلع من الجهاز في ديسمبر 2012 ان في 1.5 مليون طفل عامل في مصر. المليون ونص ده كلام الجهاز، 1.5 مليون طفل عامل، في 85% منهم بيتم التحرش بيهم جنسيا وانتهاكهم جنسيا. طبعا الرقم ده الرقم اللي قدروا باحثين الجهاز يرصدوه. لازم نعترف انه في ارقام بتجري وبتتسرح وما بتبقاش في نفس اليوم موجوده في نفس المكان، بس ده ليه دلاله خطيره جدا. يعني ده ليه دلاله خطيره ومفزعه. وبالتالي احنا بنبني ارقامنا كتير على دراسات الجهاز او على ارقام الجهاز وعلى شغلنا كمجتمع مدني في الارض. طيب عايز اسال سؤالين بسرعه وما عنديش وقت طويل، بس عندي سؤالين اهم من بعض. واحد سريعا كده، بما انك يعني تحدثتي عن اطفال الشوارع، اطفال في الشارع، اطفال في الشارع، ايوه يعني التسميه الصحيحه، يعني اعلاميا الاول احنا علينا نقول اطفال في الشارع. هم بيتاذوا جدا من اطفال الشوارع، هم نفسهم كاطفال الفئه دي. يعني اذا اطفال في الشارع، في الشارع بالظبط، ده رقم واحد. ده سؤال، اتفضل. استفدنا، ميرسي. حضرتك كنت عايز اسال بخصوصهم سؤال. الأطفال اللي في الشارع، إحنا جهودنا وصلت فين تجاه هذه الفئة اللي مش عايز أقول بتتنامى ولكن ما زالت موجودة؟ هي بتتنامى بسبب الظروف الاقتصادية وتفكك الأسري وحاجات كثيرة جدا، بس أولها طبعا الفقر. الجهود مبعترة لأنه إحنا كمجتمع مدني بنشتغل بشكل فردي. كل جمعية أو كل ائتلاف أو كل مؤسسة بتشتغل على فئة معينة. بنشتغل إحنا مثلا في الائتلاف المصري لحقوق الطفل عندنا 107 جمعية على مستوى الجمهورية، بس لازم نعترف إن إحنا مش هنقدر نغطي الرقم ده. إحنا بنشتغل بعيد عن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن وزارة التضامن، كل مؤسسة بتشتغل لوحدها، ودي مشكلتنا في مصر. إحنا محتاجين نرجع نشتغل تاني كلنا مع بعض، لانه دي واحده من اخطر الظواهر اللي بتهدد امن. يعني لازم نعترف يا عمر بيه ان الاطفال هم امن قومي. ده مش خلاف، ولذلك نناقش هذا الامر. ده امن قومي، عندنا 36% من السكان بالظبط. احنا في دول بتحسدنا. انت دوله شاب، دوله فتيه، 33 مليون دول طفل، هم 33 مليون شاب. فانت دوله عندك سن العمل هيبقى ممتاز، البلد فيها سن العمل رائع، وعندك فرص وعندك قدرة حية تقدر تبني عليها، وبالتالي هذه قنبلة تنفجر. إذن تضافر كل الهيئات والجهود مع بعض. طيب خلينا أسألك سؤال أخير، وهو يتعلق بالفجوة ما بين التعامل مع الأطفال دولة، أطفال في الشارع، و مش عارف عندكم مشكلة في أطفال العشوائيات ولا لا، ولا دي تعدي كلمة أطفال العشوائيات ولا عشوائيات عادية، وأطفال العشوائيات والطبقات الأعلى، بمعنى حجم الفجوة ما بين اللي بيشوفوا الطفل ابن الطبقات الأكثر ثراء، الطبقات فوق الطبقة المتوسطة أو الطبقة المتوسطة حتى، ثم نتحدث عن الأطفال، بس كده في 30 ثانية. بس الفجوة كبيرة جدا، بس أنا عايز أقول لك نتيجة قد تكون مفزعة.
من سنتين الأطفال عندنا عملوا بحث، هم الأطفال اللي عملوه كان 26 طفل باحث اشتغلوا على 1024 طفل مبحوث في ثلاث محافظات القاهرة واسكندرية وبني سويف. الفئات كانت أطفال مدارس، أطفال عاملين، أطفال في الشارع. أطفال المدارس كانت أطفال حكومية وأطفال مدارس دولية. النتائج اللي خرجت محزنة جدا. كل الأطفال ال 1024 طفل بمختلف فئاتهم كانوا بيعانوا من العنف ومن التهميش، حتى الأطفال في المدارس الدولية. كل الأطفال كان عندهم سوء تغذية، بس كان في فرق إن أطفال العشوائيات وأطفال الفقر عندهم أنيميا، وأطفال المدارس الدولية والأغنياء كان عندهم سمنة مفرطة وأمراض سكر. فلا فرق. بالتالي إحنا عندنا افتقاد لثقافة الطفل، إن أنا إزاي أربي الطفل تربية سليمة سواء كان طفل غني أو طفل فقير. أشكرك جدا دكتورة سمر، شكرا جزيلا. رغم إن حزنت من معظم اللي قلتيه لكني استمتعت بالحوار مع حضرتك. إحنا أكثر حزنا لأننا طول الوقت بنعاني من ده. دكتورة سمر كانت هذه ضيفتي الكريمة دكتورة سمر يوسف. الحقيقة هي تتحدث عن واقع الطفل المصري بكل أمانة. هي النهاردة حطت لنا نقط كتير على الحروف في مقدمة ده، إن لازم مجلس قوم للطفولة لما يرجع هيئة مستقلة، إن لازم الجميع يعملون مع بعض، ولازم نفهم فقراء وأغنياء إن عندنا مشكلة في الطفل المصري، سواء كان عنده أنيميا لأنه طفل ابن طبقات فقيرة، أو عنده سمنة وأمراض أخرى إذا كان طفل ابن ثراء. فالواقع كله مؤلم ومأزوم. تصبحوا على خير.